شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة بمدينة القاهرة الجديدة. وقد تفقد مدبولي ومرافقه المقر الجديد والذي تم تزويده بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية، وذلك في ضوء رؤية وزارة الداخلية للتحديث والتطوير وميكنة العمل تماشيا مع التحول الرقمي وفي إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030. كما تفقد مدبولي غرفة إدارة الأزمات والمركز الإعلامي وغرفة عمليات نجدة القاهرة. وقد أكد رئيس الوزراء أن هذا الصرح الأمني الجديد يعزز قدرات الدولة على فرض مظلة تأمين متكاملة تغطي كافة أرجاء العاصمة لخدمة المواطنين، ويقدم كذلك العديد من الخدمات وفق أحدث التقنيات في إدارة العمل الأمنية.